بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 116 في أعلى الصفحة كما نلاحظ عندنا إن بويزي كما نقول شعر، عندنا قصيدة أو شعر. إذن عنوان هذا القصيدة هو Je voudrais faire des voyages. إذن Je voudrais faire des voyages، أريد أن أقوم أو أفعل رحلات أو سفريات. Je voudrais faire des voyages. عدنا le verbe vouloir. هذا ماشي le futur simple. عدنا le verbe vouloir مصرف في le conditionnel présent. عدنا le verbe vouloir مصرف في le conditionnel présent. Le futur simple تفيد المستقبل. إذا تكلمنا عن le verbe vouloir في le futur simple غنقولو je voudrais بدون هاد S. لكن هنا عدنا je voudrais بS. هذا تعني بأن le verbe vouloir مصرف لو كونديسيونيل بريزون. المقصود بهذا الكلام انني اريد، ولكن تقال بلطف. لو كونديسيونيل بريزون من ضمن السمات ديالو انه تلطف الكلام. اذا قلت مثلا جو فو فير دو فواياج، جو فو فير دو فواياج، انا اريد فعل سفريات او اريد فعل رحلات، تنستعمل لو فيرب فولوار في البريزون. ولكن هنا الكلام كأنه شيء مقاسي، أنا أريده، كما لو أن فيه شيء من القوة. لكن عندما أقول جو فودغي هو بحال بريزون، ولكن فيه لطف. كما نقول نحن بالدارجة راني باغي نسافر مثلا، كما نقول نحن بالدارجة راني باغي نسافر، ماشي بحال قلنا أنا باغي نسافر، يعني فيه شيء من القوة. أنا أريده، جو فودغي فير دي فواياج، أنا أريد فعل سفريات أو رحلات. طبعا هي قصيدة مقتطفة من قصيدة أكبر، في الحقيقة يتنقصها فقط بعض الأبيات. كما نلاحظ في القصيدة الأصلية Je voudrais faire des voyages، أريد فعل رحلات، أريد أن أقوم برحلات. Je voudrais faire des voyages، allez très vite، très loin، أذهب بسرعة وأذهب بعيدا. في الحقيقة هنا عندنا ذهب بسرعة، ذهب بعيدا. المقصود بهذا الكلام الذهاب بسرعة، الذهاب بعيدا. ما معنى هذا؟ معنى هذا Je voudrais faire des voyages، أنا أريد أقوم برحلات. ثم Je voudrais aller très vite، Je voudrais aller très loin، Je voudrais aller très loin. باش ما نعاودوش هاد Je voudrais بحال عملنا به كما نقول في الرياضيات. إذا Je voudrais faire des voyages، aller très vite المقصود Je voudrais aller très vite، aller très loin المقصود Je voudrais aller très loin، aller très vite المقصود بها Je voudrais aller très vite، aller très loin المقصود بها Je voudrais aller très loin. ثم Je voudrais voir tous les rivages، Je voudrais voir tous les rivages. طبعا les rivages المقصود بها les côtes، les rivages المقصود بها هما الشواطئ، شواطئ البحر تسمى les rivages. Je voudrais voir tous les rivages، أنا أريد رؤية كل الشواطئ. Je voudrais voir tous les rivages، أنا أريد رؤية كل الشواطئ. ثم des mers que je ne connais point، des mers que je ne connais point. إذن وبحور que je ne connais point المقصود que je ne connais pas، وبحورا أنا لا أعرفها. المقصود هنا Je voudrais voir des mers que je ne connais point، أنا أريد رؤية بحار التي لا أعرفها البتة. طبعا ممكن أننا نقول Je ne connais pas التي لا أعرفها، Je ne connais point يعني أنني لا أعرفها بالمرة. Je voudrais faire des voyages، aller très vite، aller très loin، Je voudrais voir tous les rivages، des mers que je ne connais point. ثم Mais je n'ai qu'une patinette، ولكن ليس لي إلا هاد لا باتينيت، هاد لا باتينيت، هاد الدراجة الصغيرة التي نرى صورتها. إذن هذه تسمى باتينيت. إذن ولكن أنا ليس لي إلا هذه الأداة. ما جوني كين باتينيت إيه أن بتي شوفال دو بوا. ثم عندي حصان صغير من الخشب، ثم عندي حصان صغير من الخشب. ما جوني كين باتينيت إيه أن بتي شوفال دو بوا، إيه أن بتي شوفال دو بوا. لو شوفال أموفيز تيت، الحصان المصنوع من الخشب له رأس سيء. لو شوفال أموفيز تيت، الحصان عنده رأس سيء.
La patinette, fuis sur moi. La patinette, fuis sur moi. الدراجة تهرب. عندنا الضمير فويغ. إذن الدراجة تهرب من تحتي. فوي سو موا. عندنا الضمير فويغ. الضمير فويغ المقصود به فعل هرب. ومنها لفويت. ومن لفويت المقصود الهروب. لو شوفال ا موفيز تيت. الحصان عنده رأس سيء. لا باتينيت. لا باتينيت فوي سو موا. والدراجة الصغيرة تهرب من تحتي. المقصود أنها لا تستقيم تحت رجلي. لا باتينيت فوي سو موا. مي جو ني كون باتينيت اي ان بتي شوفال دو بوا. لو شوفال ا موفيز تيت. لا باتينيت فوي سو موا. سي جافي اون بيسيكليت. هنا عندنا كما نقول اذا كانت عندي. اذا كانت عندي دراجة. سي جافي اون بيسيكليت. لو كانت عندي دراجة. كما نقول هنا اذا كانت عندي دراجة. جيري دي لو سولاي لو فون. جيري دي لو سولاي لو فون. يعني انا اذهب. جيري. عندنا لو فيرب الي او فيتور سامبل. لو فيرب الي او فيتور سامبل نقول جيري. جيري تو ايرا il ira, nous irons, vous irez, ils iront. يعني هم سيذهبون. هنا j'irai. J'irai يعني انا سأذهب dès. Dès le soleil levant. Dès le soleil levant. منذ الشمس صاعدة. Dès le soleil levant. منذ الشمس صاعدة. المقصود هنا منذ صعود الشمس. يعني انا سأذهب عند صعود الشمس. بمجرد أن تشرق الشمس أنا سأنطلق. جيري دي لو سولاي لوفون. أنا سأذهب منذ الشمس صاعدة. منذ الشمس طالعة. إذن ولكن سي جافي اون بيسيكليت. لو كانت عندي دراجة. باغ لي غوت بلونش انيت. باغ لي غوت بلونش انيت. باغ لي غوت بلونش انيت. من خلال الطرق البيضاء والصافية. من خلال الطرق البيضاء والصافية. مثلا من خلال الطرق التي تكتسيها الثلوج. نسمى دي غوت بلانش انات وصافية. جيري بلو فيت كولوفون. جيري بلو فيت كولوفون. اذهب اكثر سرعة من الريح. اذهب اكثر سرعة من الريح. ولكن سي جافي اون بيسيكليت. كما قلنا سي جافي اون بيسيكليت جيري دي لو سولاي لوفون باغ لي غوت بلانش انات جيري plus vite que le vent. Thomas Indana, si j'avais une automobile. Si j'avais une automobile. Si j'avais une automobile. Là où كانت عندي سيارة, je roulerai au clair matin. أنا أنطلق. Roule طبعا أنك تسير بالسيارة أو بوسيلة نقل أخرى. أقول je roule. هنا عندنا si j'avais une automobile. Là où كانت عندي سيارة, je roulerai au clair matin. يعني كما نقول بأنني أنطلق بالسيارة أوكلير ماتا مع الصباح الواضح. كما نتكلم عن صباح واضح مشرق وجميل. جو رولغي دو فيل أون فيل. يعني أنا أنطلق من مدينة إلى مدينة. أسير بالسيارة من مدينة إلى مدينة. جوسكو ميغاي دو بيكان. جوسكو ميغاي دو بيكان. إلى حائط بكين. طبعا نتكلم عن لا غروند ميغاي دو شين. لا غروند ميغاي دو شين. نتكلم عن سور سين الكبير. اذا كما قلنا الان جو رولغي دو فيل اون فيل جوسكو ميغاي دو بيكان. انا اسير بالسياره من مدينه الى مدينه. جوسكو ميغاي دو بيكان. جوسكو ميغاي دو بيكان الى سور بكين. المقصود الى سور الصين. جو فودغي اون بير ديل. جو فودغي اون بير ديل. انا اريد زوج اجنحه. انا اريد زوج اجنحه. نتكلم عن اون بير دو شوسور. نتكلم عن زوج احذيه. اون بير دو شوسور. نتكلم عن زوج احذيه. هنا عندنا جو فودغي. جو فودغي اون بير ديل. انا اريد زوج اجنحه. بور مون فولي او سييل بروفون. بور مون فولي او سييل بروفون. لكي اطير. بور مون فولي. طبعا عندنا لو فيرب سون فولي. بور مون فولي au ciel profond. لكي أطير في السماء profond. العميق. profond المقصود به عميق. نتكلم عن la profondeur يعني العمق. مثلا نتكلم عن la profondeur d'un puits. إذا نتكلم عن عمق بئر.
لا بروفوندور دان بوي، اذا نتكلم عن عمق بئر، او مثلا لا بروفوندور دو لا مير، مثلا لا بروفوندور دو لا مير، اذا نتكلم عن عمق البحر. اذا هنا نتكلم عن بروفون، نتكلم عن صفه. اذا اوسي البروفون في السماء العميق. جو فودري اون بير دال، جو فودري اون بير دال بور منفولي اوسي البروفون. انا اريد زوجه اجنحه لكي اطير في السماء العميق. بارمي لي فيف زيغونديل، اطير بين لي فيف زيغونديل. زيغونديل طبعا ليغونديل المقصود به هو السنونو، هي تلك الطيور الخفيفة السريعة في الطيران. نتكلم عن نوع من الطيور سريع الطيران، بالمغرب نسميه خطف الشعر، كأنه يخطف شعر الرأس بسرعته. طبعا هذه الطيور تسمى ليزيغونديل، هذه الطيور تسمى ليزيغونديل. إذن بارمي لي فيف زيغونديل، إذن نقول عن شيء بأنه فيف أو بيا فيف في المذكر، المقصود به سريع. فيف مقصود به أنه سريع. إذن pour m'envoler au ciel profond parmi les vives hirondelles. إذن لكي أطير في السماء العميق بين الطيور السريعة، بين هذا النوع من الطيور السريعة. comme dans un petit avion، لو يعطوني طائرة صغيرة. comme dans un petit avion، لو يعطوني طائرة صغيرة. لو يعطوني طائرة صغيرة سيكون أحسن. ou bien des bottes de 7 lieues، car je suis un petit poussé، car je suis un petit poussé qui va passer les choses bleues comme si l'enchanteur passait. Ou bien des bottes de 7 lieues. Ou نوع من الأحذية لسبعة أماكن. Ou نوع من الأحذية طبعا كما نلاحظ يسمى bot de 7 lieues لسبعة أماكن. ما معنى هذا؟ أو أن يكون لي des bottes de 7 lieues. المقصود بها dans les contes de fées les bottes de 7 lieues sont des bottes magiques qui s'adaptent à la taille de celui qui les chausse et permettent de parcourir cette lieue en une seule enjambée. Dans les contes de fées, dans les contes de fées, idem في القصص الخيالية, les bottes de cette lieue, des bottes de cette lieue, أحذية سبعة أماكن, sont des bottes magiques. هي أحذية سحرية. sont des bottes magiques. هي أحذية سحرية qui s'adaptent à la taille, qui s'adaptent à la taille de celui qui les chausse, qui s'adapte. يعني أن تلائم، تلائم ماذا؟ à la taille، توافق طول أو حجم de celui qui les chausse، توافق حجم الذي يلبسها. إذا لبس شخص كبير تتسع إلى حجمه، وإذا لبس شخص صغير يعني أن تصغر حتى توافق حجمه. نتكلم عن الفيرب سادابتي، يعني أنك توافق شيئا وتتأقلم معه. كي سادابت على طاي دو سلوي كي لي شوز، هي تتوافق مع طول أو حجم الذي يلبسها. كي سادابت السلوي كي لي شوز، التي تتأقلم مع حجم الذي يلبسها. إي بيرميت دو باركورير، ثم تمكن من قطع أو جري ست ليه سبعة أماكن أون مين سول أون جومبي، يعني في خطوة واحدة. هذه الأحذية طبعا الخيالية تمكن من يلبسها من أن يقطع سبعة أماكن بخطوة واحدة. إذن هنا يقول الطفل أو بيان دي بوت دو سيت ليو، أو أن تكون لي أحذية لسبعة أماكن. كار جو سوي أن بتي بوسي، بوسي المقصود به، بوسي المقصود به أونفون جون، نتكلم عن طفل صغير. كي ني با تخي غون، الذي ليس بكبير. أونكور دون زان آج نايف، يعني الذي لا يزال في سن السذاجة كما نقول، يعني أنه لا يزال في سن السذاجة، يعني أنه لا يعرف كثيرا. هذا هو المقصود، الذي لا يزال كما نقول في سن السذاجة أو البساطة، أو أنه لا يزال صافي القلب، يعني أنها لم تدخله تلك الحيل إلى غير ذلك. إذا الطفل هنا يقول car je suis un petit poussé، أنا لا زلت طفلا لا أعرف الكثير، لذلك أنا أحتاج لمثل هذه الأحذية التي تمكنني من قطع سبعة أماكن في خطوة واحدة. أنا لست كالذين يعرفون في السفر مثلا كي فوا باسي دي شوز بلو، الذي يرى مرور الأشياء زرقاء. المقصود بأنه يرى
الأشياء كما لو أنه ينظر في سواد. يمكن التعبير عن السواد أحيانا باللون الأزرق ما دام أن اللون الأزرق هو أقرب ما يكون للسواد. كار جو سوي أن بتي بوسي لأنني طفل كما لو نقول ساذج ليس له معرفة كبيرة كي فوا باسي دي شوز بلو. الذي يرى الأشياء تمر زرقاء المقصود بأنه كما لو أنه يرى بنظرة بريئة. الذي يرى الأشياء ولا يميز فيها يعني أنه تيشوف الأشياء ولا يفهم فيها شيئا. كي فوا باسي دي شوز بلو كوم سي لونشانتور باسي كما لو أن الساحر مر كما لو أن الساحر مر. إذن كما لو أن ساحرا مر أمامه. إذن هو لا يميز ولا يعرف شيئا فيما يرى. إذن كما قلنا Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages, des mers que je ne connais point. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête. Le cheval a mauvaise tête. La patinette fuit sous moi. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant. Par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. Je voudrais une paire d'ailes pour m'envoler au ciel profond parmi les vives hirondelles. Qu'on me donne un petit avion ou bien des bottes de sept lieues, car je suis un petit poussé qui voit passer des choses bleues comme si l'enchanteur passait. إذا ما اكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.